اسمها جميلة والناس كيعرفوها بأمينة رشيد. ظلت دائما جميلة في الطبع ديالها، تعلمت من عندها البساطة ديالها كيفاش كانت، بالرغم أنها مرأة ميسورة كانت دائما في البلاطو ما كتحسش هذاك الرجل البسيط ولا اللي كيخدم وربما كيصور 1000 ولا 2000 درهم، وهي تبارك الله عليها دائما كتعامل مع الناس سواسية ولا حسات بشي ظلم في البلاطو. كانت يمكن لها أنها توقف المخرج وتقول له بالطريقة ديالها، وإن كانت طريقتها وإن كانت بعض المرات كتدخل في الواحد، ولكن كانت ما يمكن لك الا تبتسم لها لانه امينه رشيد. فانا مدين لها رحم الله، ولذلك كان يبقى في الحال بزاف لو انني كنت مسافر وما كتب ليش نحضر، ولكن كنشكر الله انني على الاقل كتب لي هذا الاجر وحضرت لهذه المراسم. صدمه لانه كنا عاملين اننا نتلاقاو اليوم الثلاثاء من بعد الرجوع ديالي من السفر، وكيقولت توعدنا اننا نتلاقاو اليوم، تلاقينا في القبر ديالها، فالحمد لله. شكرا. السيده امينه رشيد، المرحومه امينه رشيد، يعني هي كتشكل واحد الجيل باكمله، جيل اللي رحل، ولكن واخا رحل خلى وراءه واحد الرصيد يعني غني من الاعمال اللي كتشهد على رحيل هذا الجيل اللي كيشكل بالنسبه لنا حنا الاساتذه ديالنا، اللي تعلمنا منهم كل القيم الجميلة، تعلمنا منهم قيم المحبة، قيم التسامح، وقيم احترام الآخر، قيم أنك لا دخلتي عند الجمهور البيوت ديالو كتدخل معهم الفرحة، كتدخل لهم الكلمة الطيبة، كتدخل لهم يعني المضمون، وكتدخل لهم ماشي أي يعني نصوص رائعة. أمينة رشيد كتشكل واحد الرمز من رموز المغرب اللي أعطت الكثير، اللي يعني سواء داخل المغرب أو في خارج المغرب، في كل المهرجانات العربية كانت أمينة رشيد كترفع الراية المغربية، وكتخلي آثار طيب، كتخلي آثار يعني كتلمع صورة المغرب. أمينة رشيد كتدخل البيوت كيف قلت، وكتدخل معها الفرحة، كتدخل معها المحبة، كتدخل معها الحنان، كتدخل معها التسامح. أمينة رشيد بالنسبة لنا عمرها ما غادا تموت، غتبقى دائما حية من خلال الأعمال ومن خلال الرصيد اللي عطات. كان لك لقاء قبل الموت ديال أمينة رشيد؟ صحيح، كانوا عدة لقاءات كثيرة، سواء من اللي كانت أمينة يعني تعرفت عليها وأنا صغيرة، من اللي وأنا تخرجت من المعهد، وكنا كنمشيو نزوروهم في الإذاعة والتلفزيون، ومن الناس اللي شجعونا، ومن الناس اللي كنا كنقولوا لهم كنتمناو نكونوا بحالكم، وكيقولوا لنا لا انتم غتكونوا حسن منا، بحال كيف دابا كنقولوا لهذا الجيل اللي جاي كنتمناو انه يكون حسن منا. هادو جيل يعني ما كندويش غير على الفنانين بوحدهم، فيهم فنانين مناضلين مقاومين اللي ضحاو باش نعيشوا مغرب اليوم، مغرب الشباب اللي هو في اعناقكم دابا. يعني رسالتك لاله توريا للشباب المغربي اللي طالع بقوه في التمثيل؟ هو ان يعني خصو يكون وفي لهذا الوطن، وفي للقيم الجميله، وفي لهاد الناس اللي سبقوه واللي علموه واللي ضحاو من اجله باش يكون هو يعيش وضعيه احسن من اللي لانهم هما عاشوا المحن، وحنا ما بغيناش ان هذا هما يعيشوا المحن، بغينا تكون لا غوليف اسيوري. الله يعاونكم والله يوفقكم والله يرحم المرحومه. آمين.
والحاجه اللي نبغي نختم بها راه ان الحقيقه الوحيده اللي في الدنيا اللي كاينه هي الموت. الله يرحمها ويوسع عليها استاذتنا جميعا أمينة رشيد.